إلى المخيم ودعت أخي علي الأكبر فلم يرجع. يا أبو يا أبو لا تخفي علي هذه روحتك لو بعد. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج قائم آل بيت محمد ونزول البركات عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد. والتي تعبر عن مفردات لقصة أو لقضية تاريخية وردت في القرآن الكريم. وقبل أن نأتي إلى هذه القضية يجب علينا حينما نقرأ القرآن الكريم
ونقرأ تلك القصص أو القصص القرآنية لابد من الوقوف على معالم تلك القصة. القصص القرآنية هي قصص واقعية، بمعنى أنها لم تكن يعني محض خيال ومحض أوهام ربما يذكرها القصاصون ويذكرها الكتاب الأدبيون. أهل الأدب يذكرون أيضا القصة، ولكن هذه القصة ليست بالضرورة أن تكون واقعية، وقد تكون أو ربما تكون أكثرها إيش خيالية، كما يذكر ابن المقفع وغيره أيضا من فلوطي وغيره قصص أدبية، بمعنى أنه يروض قلمه لإجادة الكتابة وترويض القارئ أيضا على القراءة من خلال القصة. القرآن الكريم يذكر القصص ولكنها قصص إيش واقعية، هذا معنى أول. المعنى الآخر أن هذه القصص القرآنية لم يكن فيها مبالغة أو إجحاف، لهذا يعني قد يأتي التاريخ أو المؤرخون الذين هم اختصوا بكتابة التاريخ نجد هناك إجحافا، بمعنى أنه ربما يسقط أمورا ويذكر ويبالغ ماذا في أمور، لكن القرآن الكريم يحكي الواقعية من دون زيادة أو نقصان. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث في الآيات أو في القصص القرآنية أنها قصص أو مواقف انتقائية، بمعنى أنه لا تجد قصة قرآنية متكاملة في القرآن الكريم. لهذا لما نأتي إلى بعض القصص مثلا قصة موسى لأن القرآن الكريم أشبعها، أو نأتي إلى قصة يوسف سورة كاملة وأورد كل ما في قضية موسى يوسف في هذه السورة سورة يوسف، ولكنها لم نجد أنها تطرقت افترض إلى ولادة يوسف، لم نجد أنها تطرقت إلى مثلا بعد أن التقى بأبويه وماذا جرى عليهما، أو ماذا جرى على يوسف، ماذا جرى على يعقوب، أو ماذا جرى على إخوته لما جاءوا إلى مصر، وكيف ماتوا. لم تذكر القضية مع العلم أن بطل القصة يوسف، وإنما القرآن الكريم عملية انتقائية يسلط الضوء على مفردات معينة، وهذا موجود ترى في القرآن الكريم لما يتطرق إلى قضية عيسى نجده يعني يسلط الضوء على ولادته، لأنه لنا شغل في قضية الولادة لأنه لم يأتي عن طريق أب. موسى افترض كذلك قضية أخرى نجده بأن نجد القرآن الكريم يسلط الضوء على ذلك الخوف الذي يهيمن على نساء بني إسرائيل، لأن فرعون يذبح الأبناء ويستحي النساء يعني البنات، فكيف بقي موسى؟ كيف بقي موسى؟ يسلط الضوء عليه من هذه الجهة، لكن كيف مات موسى؟ لم يذكر القرآن الكريم كذا. على كل حال وهكذا نوالك تلك القصص القرآنية. إذن القرآن الكريم عملية انتقائية ينتقي مواقف معينة ويسلط الضوء، لأن القرآن الكريم ليس كتاب القرآن قصصية وتاريخية، وإنما هو إيش؟ هو كتاب هداية وعبرة للبشرية. من هنا نأتي إلى هذه القضية، قضية من؟ قضية موسى. يجي القرآن الكريم يذكر تلك الأمة أو أولئك الذين هم القادة والذين لهم مشروع، يعني الأولياء لديهم مشروع إصلاحي، الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو العلماء أو على رأسهم الأنبياء يأتون بمشروع إصلاحي للبشرية. هذا المشروع الإصلاحي الهادف لم يكن يعني يوجد على نحو الصدفة، وهذه مسألة مهمة، بمعنى أنهم لا يسيرون حسب الوعد، وإنما كانوا يخططون لهداية البشرية، كيف يتكلمون وفي أي ظرف يتكلمون وبماذا يتكلمون ومع من يتكلمون، هكذا الأولياء. فهناك المشروع الإصلاحي المنظم طبعا لهداية البشرية، الأنبياء الأولياء اتخذوا عدة مقومات لإصلاحهم. ما هي تلك المقومات؟ ما هي تلك المقومات لإنجاح ذلك المشروع الإصلاحي؟ هناك عدة مقومات من ضمنها
صلاحية الرسول أو صلاحية المصلح وصلاحه، ما يمكن أن يأتيني رجل مفسد ويريد الإصلاح. لا يمكن للإنسان الذي يعمل المنكر أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. لا يمكن لذلك الرجل الذي لا يعمل إصلاحا أن يكون مصلحا. لا بد أن يكون ذلك الرجل الذي يتمتع بالصلاح والإصلاح، هذا شيء مفروغ من إلى آخره. أنا سوف أتكلم في حدود الآية، نتكلم عن سكينة زين، عن هذه المرأة الجميلة العظيمة زين، وأنطلق من منطلق الوهم. القرآن الكريم يذكر مقومات الإصلاح في القرآن الكريم. من مقومات الإصلاح ما هي؟ هي المعاقبة. كيف؟ كيف مرقب؟ ومنها أيضا المشورة. سوف نتناول هاتين المفردين. قضية المراقبة إيش؟ أنه لما نبدأ مشروعاً إصلاحياً علينا أن نراقب المشروع. نراقب المشروع مو حي الله عن حسبة البركة وفيما يقال. لهذا يقولون اعتلها وتوكل. هذا المثال المعروف لما أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ذلك الرجل وترك بغلته خارج الفز كذا، قال له النبي صلى الله عليه وآله كيف فعلت بها؟ قال تركتها. من يحفظها؟ قال الله يحفظها. قال له النبي اعتلها وتوكل. هذا تواكل أن أجعل على الله سبحانه وتعالى مثل من هذا الذي يبذر الماء الزرع زين ولا يسقي الماء ويتكل على الله. هذا تواكل، هذا التواكل ممنوع. وإنما عليك أن تتوكل على الله، أن تتخذ الأسباب أسباب النجاح وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. المريض حينما يريد الشفاء لا يمكنه أن يرفع كفيه إلى السماء، لأنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وإذا مرضت فهو يشفين، لكن بعد أن تتخذ الدواء وتبدل إلى الطبيب. نتكلم عن إصلاح، ثورة إصلاحية، برنامج إصلاحي لدى الأولياء. هل اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى من دون أن يتخذوا الأسباب أسباب النجاح؟ نقول هناك من المراقبة. كيف؟ أوحى الله إلى أم موسى أن ألقيه في البحر أو في اليم. هنا الوحي طبعا له درجات. أوحى الله إلى النحل وحي له كما أوحى إلى الأنبياء أوحى إلى النحل، لكن هناك تفاوت مراتب متفاوتة من جهة العلو ومن جهة السفل. الله أوحى إلى النحل، أوحى إلى الحيوان، أوحى إلى البشر، أوحى إلى أم موسى أنا أقتدي فيه. تعلم بأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وجعلته في التوراة. هنا أليس بإمكانها أن تعتمد؟ هنا اتفق بإمكانها ويمكن أن تعلم أني لم أراقب هذا الولد أن يمضي اعتمادا على الله تبارك وتعالى. الله الذي أوحى لها أن تقذف أو تجعل الطفل باليم سوف ينجو، بينما تقول لا. وقالت لأخته قصيه، روحي العقربين، فبصرت به عن جنوبه وهم آية أخرى تقول إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذه الأخت لما انبصرت به عن جنوب وأخذت تمشي تراقب، وإذا به يصل إلى بيت فرعون. شوف هاي المراقبة بحيث أنها تراقب ذاك الموضوع ولم تتكل على الله تبارك وتعالى الذي هو التواكل، وإنما اعتمدت على الله سبحانه وتعالى واعتمدت أيضاً ها وأيضاً أخذت تراقب حتى وصل التابوت إلى بيت فرعون. هنا بعد ذلك جاءت النبس هل أدلكم على من يكفله، وفي آية أخرى على أهل بيتي يكفلون، آيات متعددة. المهم إذن قضية المراقبة اثنين، قضية طبعاً بطل القصة من؟ بطل القصة من؟ بطلها امرأة.
غصب مرأة أو رجل مرأة ها إن تمشي أختك من امرأة أختك امرأة أمك امرأة بطل القضية في قضية المراقبة لإنجاح المشروع الإصلاحي الذي جاء به الأنبياء من القرآن الكريم منازل على النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه قضية تاريخية القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي أو النبي وين عايش في الجزيرة عربية ما شكل إذن العرب كيف كانوا يضرون إلى المرأة مهم الشكل بولد أبو الشراء أحدهم بالأنثى ظل وجهه من هذا العربي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر أن يمسكه على هنا أم يدسه للتراب أنا سأما يزرون قرآن كلمة وإذا الموءودة سئلت سعيد ذنب قتلت قتلت بيد العرب لا يتبجح حقوق مرأة حق المرأة من كفله القرآن الكريم الإسلام هو الذي حق ماذا مكن المرأة من حقوقها شاهد نأتي إلى المقوم الآخر لإنجاح الثورة لإنجاح الإصلاح وهي قضية إيش المشورة المشورة هنا نأتي ببطل آخر من أبطالها من امرأة من ملكة سبا في القرآن الكريم كما قدمت لك لما يجب هالقضايا إلى النبي صلى الله عليه وآله ليخبره وليخبر الناس أنتم يا من تحتكرون المرأة ولا تعيرونها اهتماما انظروا إليها كيف وصلت كانت ملكة هنا القرآن الكريم طبعا سورة القضية في سورة النبي يقول وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد وين راح أقبل الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه لطيف يخاطب العرب يقول ترى حتى هذا الطير يستغرب يقول إني وجدت امرأة تملكه وجئتك من سبأ بنبأ عظيم جئت أنا من سبأ يقول وإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء خاطب الأمر وتنطح الحظة من كل شيء عندك ناقة كأنه يملك الدنيا وما فيها يملك ناقة أنت وش ماذا تملك؟ قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكن وجدتها وقومها تسجدون للشمس كفار يسجدون للشمس ماذا قال سمعت قال أيكم يأتيني بقرشها فنشوف العرض الذي قام به سليمان إلى من إلى عفاء إلى الجند الذين كانوا معه وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شاهد وين سليمان بعث كتابا ما هذا الكتاب ننتقل إلى الطرف الآخر التي إلى القوم الذين تملكهم تلك المرأة ماذا قال إنه ألقي إلي كتاب إنه باختصار إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تألوا علي وأتوني مسلمين طبعا هذا الكتاب تضمن عدة أمور تضمن عدة أمور الأمر الأول الذي ضمنه الكتاب وهذه الرسالة لأنه خير الأمور أو خير الكلام ما قلت ولن أمير المؤمنين صلوات الله
والسلام عليك ورسولك ترجمان عقلك وكتابك أبلغ من ينطق عنك. إذا بتبعث رسول إذا تبعث رسول يقول فأرسل رسولا أو فأرسل حكيما ولا ترسل ترجم عن عقلك والكتاب أبلغ ما ينطق عنك. هذا الكتاب تضمن الهوية التي يحملها سليمان إنه بسم الله مسلم مؤمن. الأمر الآخر السياسي والدافع السياسي قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. هنا شوف المرأة ماذا صنعت أمرين مهمين للدعاة وللإصلاحيين وربما تفتقدها الآن الدعاة الديمقراطية. الأمر الأول المصارحة والشفافية بينهم وبين قومهم، بإمكان أن تأخذ الكتاب وتضمه إلى جيبها ولا تخبر الآخرين بشيء. مجنف عن ضريبة حرب صلح على ماذا؟ قالت إنه ألقي إلي الكتاب إنه مسؤول وإنه مسؤول بينت لهم هذا هو الكتاب. شوف الشفافية بطلوا القضية بأمرأة أمرأة المحتقر عند العرب. شوف الشفافية ثم بعد ذلك شاورتهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. ماذا نصنع؟ شوف المشورة ماذا نصنع؟ نحاربه نسالمه نهادنه أم نبقى؟ ماذا تقولون؟ شوف القرآن الكريم لطيف أنه جاء. شوف القرآن الكريم عظم ترى المرأة يهترب المرأة بإمكانه أن يقول والله شاورتهم النتيجة الشكل لا. القرآن الكريم جاء أيضا بمشورتهم وذكرها ماذا؟ الرجال ذولا ينبلون إلى القوة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك مباشرة راحوا إلى القوة. قالوا ترى سليمان يهدد على أساس إذا هو جيش عنده جيش اللي يملك قوة إحنا عندنا قوة يملك كذا نحن نملك عندنا أساطيل عندنا ملك مثلا كذا عندنا سلاح عندنا عندنا وعندنا إلى آخره. إذا كان يملك نحن نملك نحن أولو قوة وأولو بأس شديد لكن هم مرتفقون مؤدبون. ترى قالوا هذا الآن نقبل البيت والموجود هذا موجود صار. قال والأمر إليك أنت وش الموجود؟ شوف أشارت عليهم شاورتهم فجاءوا بالمشورة. لما سمعت مقولتهم في القرآن كان يحترمها ويحترمهم أيضا. قالت لهم لا ومو بكل شيء قوة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيش؟ لا تستعجلون لا تستعجلون. شوف القرآن الكريم جاء بالمقوم الآخر قومات الإصلاح لقضية المشورة بطلوها من لكن قال إن وإني باعثة إليهم أو مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. قال بأنهم المؤرخون يقولون أبعثت رسالتين رسالة إلى هذا الرئيس القافلة هي الراحلة والرسالة الأخرى إلى نفس سليمان. الرسالة الأولى أنها بعثت إليه بخمسمائة جارية وخمسمائة غلام ونكرت الجميع وخلقت الجميع نكرت الرجال في صورة النساء فألبست الغلمان ملابس النساء قلائد وأقراط في أذنهم وزينته بصورة إيش؟ نساء. جاءت إلى النساء وألبستهن التيجان ونكرتهم بصورة الرجال لمية الجميل وبعثت تلك السفن المحملة بالذهب والجواهر والأموال العالية تفتت إليه
وقالت لرسول الله التفت طالع سليمان فإذا وجدته غضب فاعلم بأنه من ملوك الدنيا. ويقول هنا إنه بسم الله الرحمن الرحيم الآن تشوفه يقول إذا تحرك من مكانه وغضب فإنه من ملوك الدنيا. تعرف لأنها تتحدى في ملكه، تقول إن كنت ملكا فأنا ملكا، إن كنت تملك أموال أنا أملك أموال، إن تملك سلاح أنا أملك سلاح، فإذا كان من ملوك الدنيا غضب وإذا تجده تلطف معك فاعلم بأنه نبي. أي رسالة؟ الرسالة الأخرى بعثت بها إلى سليمان، قالت له إن كنت تقول بأنك نبي من أنبياء الله فميز الرجال من النساء. على كل حال القضية ليس لنا شاهد بها هنا بمقدار ما نريد أن نشوف من مقومات الإصلاح وأهل أنه ماذا؟ أنهم يتخذون المشورة بطل المرء بطل المشورة هنا وبطل القضية من؟ المرأة. من هنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أن يحمل في نهضته وفي حركته النساء، لأن للمرأة دور كبير في إصلاح إيش؟ في النهضة الإصلاحية. المرأة التي هي أقوى من الرجل من جهة تحريك العقل، المرأة أقوى. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من ضمن وصاياه كما يقول المؤرخون أنه عدل 500 درهم لابنه وأوصى ابنه الإمام الصادق عليه السلام بأن يستأجر له نوادبا يندبنه في منى. أيامنا تعرف رزق الله وإياكم الحج، تعرف عمل شوف بين مبيت وبين رمي جمار وبين ذبح وبين كذا، هناك خلي الحلقة عند النساء زين في جهة ويبكين الإمام الباقر وإمامه محمد والشكل زين ما السبيل إلى ذلك أو ما السبب في ذلك؟ الإمام يريد أن يحرك العقول، حرك الإعلام من خلال المرأة، لأن المرأة أقدر على تحريك وتجيش العواطف والتهيج الإعلامي للمرأة. ومن هنا تجد الآن في عالمنا المعاصر الآن وإعلامنا المعاصر نسلط الضوء على المرأة حينما تضرب المرأة بخلاف إذا ضربت الرجل، ضرب الرجل تنتهي القضية. لكن إذا هناك تحدي على المرأة أو ضربت المرأة أو تحركت المرأة بجو آخر. من هنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخذ إيش؟ أخذ زينب وإخوة زينب وبناته من أجل إنجاح الثورة وقد اتخذهن من أجل التحريك العاطفي للإعلام. إثنان، المرأة التي نقلت أحداث كربلاء، وإلا لولا زينب وأخوات زينب من الذي ينقل لنا ما جرى في أيام كربلاء؟ لم يبقى أحد، لم يبقى إلا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه، ثرانة السماء يبقى، حيث لولا وجوده لأغينت ولساخت وبقعت بالسواد. من ضمن النساء صاحبة هذه الذكرى سكينة، وما أدراك ما سكينة؟ سكينة التي هي من بنات الحسين أمها الربا من إخواتها أو إخوانها من أبيها وأمها من عبد الله الرضيع. سكينة يقال لها أسماء متعددة، أميمة، آمنة، وهكذا. ويقال بأن سكينة لقبته بها أمها، وكانت من المنقطعات إلى الله تبارك وتعالى. طبعا كان عمرها يوم كربلاء 14 سنة، يعني ولادتها في 50 أو عفوا في 40 تقريبا 48 الهجرة، 48 الهجرة. وعاصرت 4 من الأئمة بالأخرى أنه الإمام الحسن والحسين وزين العابدين والباقر وأيام الإمام الصادق، يعني تقريبا 5 من الأئمة. وامتد بها العمر إلى 117 للهجرة، وكان ارتحالها في هذا الشهر المبارك وهو شهر ربيع في مطلع ربيع. مؤرخون يقول في مطلع ربيع، البعض يقول في 5،
أو أقل أو أكثر منهم المشهور والخامس من ربيع المولود الأول استشهاد أو مضي بعد سكينة إلى سبيل ربها. سكينة كان الغالب عليها كما يوصفها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول كان الغالب عليها الاستغراق في محبة الله والبقاء من أجل الله تبارك وتعالى. لما يأتي الحسن المثنى لخطبتها أو جاء إلى الإمام الحسين خاطبة، قال أنه كان في ذاك الوقت المرأة المهيئة للزواج هي وأختها فاطمة، قال أما بنتي فاطمة فإنها شبيهة بجدتها فاطمة الزهراء، منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما سكينة فطابعها الاستغراق. اللطيف والعجيب من البعض كصاحب الأغاني وغيره لما يأتي إلى يعني تناول مثلا شخصية سكينة، فقط قضية سكينة يعني هي مو الهدف فقط سكينة، هي الهدف من ذلك إيش؟ التعرض لمقامات ولنساء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كان زينب رقية كذا إلى آخره. لكن أحيانا لا يستطيع أن يمس بطرة فاطمة الزهراء أو يمس السيدة زينب عليها السلام فيمس امرأة أخرى كما تجده الآن، يعني يريد أن مثلا أن يستنقص الحسين عليه السلام لكن ربما لا يستطيع، فمن هنا يأتي إلى الإمام الحسن عليه السلام. أكو بعض الثغرات، أكو بعض الثغرات التاريخية وشكل مثلا لما يجي إلى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني التراث الفقهي عن الإمام الحسن قليل جدا. زين ليش؟ وجدت بعض الروايات القليلة جدا لا يقارن بالإمام الصادق أو الباقر أو الإمام الكاظم أو الرضا أو كذا، ولهذا هذه يعني طبيعته هذه القضية إيش؟ طبيعتها ذلك الظرف القاهر الإمام الحسن عليه السلام. ولهذا بالبساطة الآن أي خطيب في ذكرى الحسن استشهاد الحسن أو ولادة الحسن تقول اليوم إحنا لما نروح المات الخطيب مباشرة إما سوف يأتي ويفرد قضية الحسن المطلق أو قضية الصلح الحسن ليش صالح معاوية وكذا غير قضية موجودة. كأنما الإمام الحسن زين يعني جاء من أهل الدنيا ويخرج من الدنيا قضية صلح قضية طلاق. هذا يعني من الذي صنع هكذا؟ هي الأقلام التي جيرت من قبل معاوية، يعني معاوية جير أقلام وحرك على الأساس يعطي أموال يعني يتخذ قضية الطلاق وقضية مثلا الصلح ويتداولها الناس، قضية أخلاق الحسن، منهج الحسن، سياسة الحسن، فقه الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس تكون بعيدة كل البعد، فقط همتها الدفاع، وهي مشكلة. يعني حرب إعلامية تجري العدو دائما ينقض عليك بأمور متأجلة، يعني احنا صرنا في مقام الدفاع مو في مقام الهجوم، وبالتالي نتناسى عن أمور مهمة. لهذا يأتي إلى سكينة ويقول أنها كانت برزة وتأتي إلى المنتديات الشعرية والنثرية وتقوم خطيبة، وهذه لسان علي بن أبي طالب. نقول لا والله صحيح، هؤلاء يعني ذرية بعضها من بعض، كبيرهم لا يقاس، صغيرهم جمرة لا تقاس، سكينة كأنها زينب كأنها فاطمة الزهراء. لا، هذا أراد ذلك الدم ما أراد المكان. يقول ترى سكينة تبرز إلى الميدان، تبرز إلى القوم، تبرز مع الرجال، خفرات آل بيت محمد، كلهم عفة وكلهم كرامة وكلهم ستر. زينب التي لم يوجد كما يقول مازن يقول لم أجد لم أسمع لها صوتا ولم أرى لها ظلا، مو تبرز للناس. يخرج معها أمير المؤمنين ليلى، يدخل أحدهم على الإمام الصادق الإمام زين العابدين الكابولي، يقول دخلت على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. البيت التي يضمه سكين يقول إليه أغلق الباب، لأنه يقول جئت فوجدت الباب مفتوحا، قال له أغلق الباب لأنه الجاري أقبلت فلم تغلقه. التفت إلى الرواية يقول الجاري أقبلت فلم تغلقه وبنات الرسالة لا يخرج على الباب، ما يطلعون. بناتنا مو معودات تطلع، ربما يراها زين وعمر يقول لكن ارجع
لا يحملها الإمام زين العابدين. يقول لكن أنت أغلق الباب. يقول لأن الجارية دخلت فلم تغلق، والإمام يعلم لأنه لم يغلق الباب. يقول وبنات الرسال ما معولات تروح إلى الأبواب. خفرا أنت أجي تقول والله سكينة كانت تقف مثلا في المنتديات الشعرية مع الرجال مع الناس لتذكر. ثانيا يعني الضرورة يعني جاءت سكينة إلى هكذا مقام أو إلى هكذا حال. سكينة وما أدراك ما سكينة، كانت معروفة عند نساء المدينة، والكل يعرفها بموقعها وبشهامتها وبعفتها، فكانت لا تبارزها امرأة. قال أنه بنت الخليفة عثمان كانت تفتخر على نساء المدينة أنا ابنة الشهيدة، ولكن إذا أقبلت سكينة لم يسمع لتلك صوت فإذا أذن المؤذن تقول سكينة لما أن جاء المؤذن بذكري أشهد أن محمد رسول الله. فقالت لها يا ابنة عثمان هذا جدي أم جدك؟ هذا محمد من جدي أم جدك؟ فقالت يا ابنة الحسين لا تستطيع امرأة أن ترفع رأسها عليكم، ولا يمكنني أن أتبوه بشيء معكم ومع وجودكم. هذه سكينة التي شاهدت ما يصنع بالحسين، والتي وقفت مع سكينة مع زين العابدين، وكيف كان تعلقها بأبيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين حين وداعا يقال أنه افتقد سكينة، أقبلوا لوداعه، كل النساء أقبلوا لوداعه إلا سكينة. جاءوا إليه هنا وهناك، هذه تشم تلك تضمه، وإذا به يصيح أخي زينب كلهن أقبلوا لوداعي إلا ابنتي سكينة. سكينة ما إجت. فقالوا له إن سكينة بينها وبين نفسها تبكي في المخيم، تستحي أن تودع أباها أمام النساء والأطفال، لهذا أقبل إليها وكأني بسكينة قد لزمت حمد الفسطاط، وضعت رأسها بين ركبتيها باكية كسرت خاطري سكينة. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمار. كيف خلف سكينة وكيف تشعر سكينة بأبيها؟ يقول المؤرخون لما أن سقط الحسين وكانت إلى جنب عمتها زينب، سقط الحسين أقبل الفرس، ماذا صنع؟ يريد أن ينحب الحسين. الحسين جث بأبي وأمي مدرج على موضع كربلاء، أخذ يلبخ ناصيته على لبلب الحسين، وانتقل مسرعا إلى المخيم ليخبر زينب وسكينة. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الدمستاني، هو الذي وقف في وجه المخيم أو في وجه المهم، في وجه ذلك الفرس. ليش؟ كما يقول الإمام الباقر مضى محمحل ويصهل الوليمة الوليمة من أمة قتلت لبنت نبيها. الدمستاني يقف في وجه ذلك المهم، أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، واترك الإحوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعذر في فضل اللجاء، وهم ينتظرون الآل إقبال الحسن. زينب لما أن سمع صهيل الفرس قومي يا سكن المهر بحر بعايني إليه.
شفها شافت بخاصرة السرج وسفجت كرها نادت نار الوجد تنشرها وكلفها نادي عم بالعجل جمع النساء ومن مات عنه وانه بجميعا ثواب الفاتحه تسبقه الصلاه.